النهاردة قررت اروح بلبن واشوف هل يستاهل الضجة اللي عليه دي كلها ولا لا. اول حاجة طلبتها من عنده ايس كريم بالفستق، كان طعمه تحفة جدا ولكن كان سايح شوية. طبعا بعد ما روحت من عند بلبن جبت الحاجة معايا عشان ما عرفتش اكل في الشارع خالص، فتعالوا اوريكم انا جبت ايه. طبعا انا جبت الايس كريم كان طعمه تحفة قوي، فتعالوا بقى اوريكم. جبت هنا رز بلبن، حبيت طبعا اجرب الرز بلبن بتاعهم، وكمان جبت الأشطوطة، جبت أشطوطة كراميل. فتعالوا نفتح نشوف الرز بلبن. طبعا هم عاملين ايه، مغلفين الحاجة كويس، حتى العلب بتاعهم كويسة قوي. يعني الأشطوطة بدأت تسيح. فتعالوا نجرب الرز بلبن، مش عارفة افتحها، مش عايزة تتفتح ليه. بس عرفنا ان انتوا قافلين الحاجة جامد. بسم الله، اهو الحمد لله. طبعا ده شكل الرز ولبن، ريحته مش عارفة، بس تعالوا نجرب. هنا حاطين 2 معلقة. يلا بسم الله. تحفة جدا، عجبني قوي. تعال بقى نجرب مع بعض الأشطوطة. واو، بصوا كل ده كراميل، ريحة الكراميل تحفة. تعالوا نجرب. بسم الله، بصوا جميلة قوي، حلوة، بس متفائلة ان هي تطلع طعمها حلو. بسم الله. حلوة، حلوة قوي، لذيذة. تحسوا ان سهلة الاكل قوي، يعني عايز اكل منها كتير. لذيذة جدا وخفيفة مش دسمة، يعني عجبتني ان هي مفيهاش دسمة قوي، وتحس ان انت ممكن تخلصها كلها من غير ما تحس، بس بصراحة عجبتني. طبعا حبيت اجرب كذا حاجة النهاردة من بلبن عشان اقدر اقيم، لان ده اول مرة يفتح عندنا في بورسعيد، وبصراحة كتجربة حلو. كمان انا ما خدتش وقت في الطلبات، يعني الدنيا كانت زحمه جدا، بس ما كنتش متخيله بقى، انا كنت متخيله ان هقعد ساعه قبل ما الطلب بتاعي يجي، لكن ما شاء الله عليهم السرعه جدا، الحاجه بتيجي بسرعه. الناس بتحاول تنجز الناس اللي واقفه، فانا اتبسطت جدا من النقطه دي. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لمحل بلبن، كانت تجربة حلوة قوي. باي باي.